من جانب سواريز في وسط الملعب. سواريز يمسي كرة إلى ساتي فابري إلى الأمام، فرصة جوردي. هي الهدف الثاني لسيريسا. ترشح كرة من جديد، نيمار الثالث. حارس ذو خبرات كبيرة انطلاقة من نيمار، خطير نيمار، عدى نيمار والهدف. جوا الجول التاني. ماريا كاميرا جميلة جدا، وصلت إلى أجويرو مر وتقدم، حاول أن يتلاعب بحارس المرمى. ما هو القرار؟ أعتقد بأن الكرة ربما ما فيها شيء، ربما الكرة لاحظ تدخل، أعتقد بأن التدخل لم يكن على أجويرو في اللقطة الماضية. اللاعب يتألق مع السيتيزن وليبدع الآن في هذه المباراة، لكن لا، روبرتو فرنانديز يتحصل على بطاقة صفراء وحكم المباراة يعلن عن وجود ركلة جزاء. ليونيل هو على التنفيذ، ركلة جزاء. ميسي يبحث الآن بأن يقود التانجو إلى المونديال. ميسي والبرازيل، ميسي وسجل التانجو. يلعبها بهذه الطريقة، حاول أن يلعبها من أمام دا سيلفا، لا فيها تدخل، ربما فيها تدخل. عموما نتركها للكباتن من الاستديو التحليلي بوجود الدكتور طارق الجلامة، وبوجود أيضا قيس، وبقيادة الزميل باسل طبال. لكن ركلة الجزاء الآن تحتسب للمنتخب الأرجنتيني، والأرجنتين في طريقها لتسجيل الرابع. لاحظ التدخل كان عن طريق اللاعب سبيسيان هو اللي تدخل في اللقطة الماضية. ليونيل سجل في المرة الأولى من نقطة الجزاء ورفع رصيده إلى 36 هدف. الآن ليونيل يتمنى بأن يسجل من خلال هذه المباراة. اللاعب ليونيل بالمناسبة في 2013 عنده 5 أهداف. الآن ليونيل يسجل ليونيل.